هل العملات الورقية والعملات الفضية الذكاء وهي عبارة عن عملات العديد من الدول المختلفة، وأنا بهواية في جمع هذه العملات. العملات التي تستعمل، العملات التي تستعمل هذه النقود تقوم مقام الذهب والفضة، وفيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. أما العملات الملغاة التي لا تستعمل وإنما هي عملات قديمة انتهى التعامل بها، فهذه إن اتخذت على أنها سلعة للبيع والشراء فإنها تزكى زكاة العروض، تزكى إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر، أما إذا لم تبلغ قيمتها النصاب فإنها لا زكاة فيها، لأنها أخذت حكم العروض، عروض التجارة إذا أعدت للبيع والشراء. جزاكم الله خيرا.